من القبائل على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة. نتابع معكم مجريات هذا الشوط ونتابع التحدي ونتابع الإثارة لمسافة 8 كيلومترات في هذا الانطلاق الجميل والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بداية على الصدارة وعلى المركز الأول الفاتن لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة هنا مع الفتان على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني والتواجد من بشار لمحمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث حشيم مطر بن محمد بن ضبيعة لقتبي من يأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يتواجد هملول علي بن محمد بن حاذة لقتبي على المركز الرابع. وخامس المراكز المركز الخامس ويأتينا هنا شاهين على المركز الخامس. والوصول في هذه اللحظات من شعار خليفة بن عبيد الحميري. وفي المركز السادس الدبلوماسي خليفة بن سعيد بن علي باللومية لقتبي من يأتينا بهذه الانطلاقة مع الدبلوماسي بهذا الأداء الجميل. المركز السابع سابع المراكز راهي علي بن سالم بن شرارة لقتبي من يتواجد مع راهي في هذه الانطلاقة الجميلة على المركز السابع. بينما المركز الثامن والتواجد هنا من مسموح خالد بن ثاني بن ضحي من يأتينا لقتبي على المركز هذه اللحظات والتواجد ثامنا. بينما المركز التاسع سراب عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي مع سراب في هذه الانطلاقة التاسعة. وعلى المركز العاشر يأتي شديد سالم بن السير بن صالح العامري من يأتي على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الفتان هناك على الصدارة. الفتان لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. وعلى الصدارة بشار في المركز الثاني، محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث حشيم مطر بن محمد بن ضبيعة لقتبي من يتواجد على المركز الثالث في هذه الانطلاقة. وفي المركز الرابع الدبلوماسي على المركز الرابع خليفة بن سعيد بن علي باللومية لقتبي هنا من يتواجد على المركز الرابع في هذه المسيرة. وشاهين في المركز الخامس شاهين خليفة بن عبيد الحميري من يأتينا على المركز الخامس. وسادس المراكز هملول علي بن محمد بن حاذة لقتبي على سادس المراكز. وفي المركز السابع يأتي مسموح خالد بن ثاني بن ضحي لقتبي يأتينا بمسموح في هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام الثامنة بهذا الأداء الجميل. أو السابع المركز الثامن. المركز الثامن يتواجد راهي علي بن سالم بن شرارة لقتبي. وفي المركز التاسع سراب عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي. وعلى المركز العاشر هنا يأتينا على عاشر المراكز صغان للسيد محسن بن طماطم بن حمد العامري مع صغان على المركز العاشر.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، ولا زال على الصدارة الفتان مسيطر لمعالي الفريق مصبح بن راشد. الفتان هناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني بشار على المركز الثاني للسيد محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا على ثاني المراكز، والمركز الثالث حشيم مطر بن محمد بالضبيعة لقتبي من يأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع أرى الدبلوماسي قادم على المركز الرابع، سيد خليفة بن سعيد بن علي باللومية لقتبي من يأتينا على المركز الرابع مع الدبلوماسي في هذه الانطلاقة بسفارته بأكملها قادم للمنافسة بهذا الأداء الجميل. بينما المركز الخامس شاهين في المركز الخامس خليفة بن عبيد الحميري من يتواجد على المركز الخامس مع منتصف المسافة هملول. في المركز السادس علي بن محمد بن حاذة لقتبي سراب. في المركز السابع عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي من يأتينا على المركز السابع. راهي في المركز الثامن علي بن سالم بن شرارة لقتبي. وفي المركز التاسع مسموح خالد بن ثاني بن ضحي لقتبي. وفي المركز العاشر هنا يأتينا شديد سالم بن السيل بن صالح العامري من يتواجد بشديد على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأسامي أيضا خلف المراكز العشرة الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول الفتان على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الفتان هنا من يتواجد لمعالي الفريق مصبح بن راشد. الفتان على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني أرى التسلل من حشيم على ثاني المراكز مطر بن محمد بضبيعة لقتبي. والمركز الثالث الدبلوماسي قادم على ثالث المراكز سيد خليفة بن سعيد بن علي باللومية لقتبي بشار. من الجانب الآخر محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يتواجد على المركز هذه اللحظات الرابع بهذا الأداء الجميل. المركز الخامس هملول علي بن محمد بن حاذة لقتبي. وهنا الوصول من سراب عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة. ومن الجانب الآخر شاهين خليفة بن عبيد الحميري، ووصل أيضا هنا راهي علي بن سالم بن شرارة لقتبي. والوصول من شديد سالم بن السيل بن صالح العامري. وهنا الخليج قادم أول ندى للخليج راشد بن صابر بن سعيد لقتبي من يأتي بالخليج في هذه اللحظات وينضم إلى المركز التاسع. المركز العاشر مسموح خالد بن ثاني بن ضحي لقتبي. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق، والتحديات مستمرة والأداءات جميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لمن الفوز؟ لمن التحدي؟ لمن السلامات في هذا الشوط؟ أرى في هذه اللحظات بشار من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بشار على صدارة هذا الشوط. محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الدبلوماسي خليفة بن سعيد بن علي باللومية لقتبي مع الدبلوماسي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث حشيم. في المركز الثالث مطر بن محمد بالضبيعة لقتبي. المركز الرابع هملول في المركز الرابع علي بن محمد بن حاذة لقتبي. وفي المركز الخامس راهي علي بن سالم بن شرارة لقتبي. وشديد سالم بن السير بن صالح العامري من يأتي بهذه الانطلاقة. هنا أيضا سراب عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي من يتواجد سابعا. المركز الثامن شاهين خليفة بن عبيد الحميري.
في هذا الانطلاق المميز، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وبشار، بشار على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. بشار هنا للسيد محمد بن سعيد بن بروك الحميري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة المركز الثاني. الدبلوماسي، الدبلوماسي، الدبلوماسي خليفة بن سعيد بن علي بن لومية لجتبي وحشيم على المركز الثالث. حشيم هنا مطر بن محمد بالضبيعة، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع، ويتواجد على المركز الرابع هملول علي بن محمد بن حاذة لجتبي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس راهي، راهي في المركز الخامس للسيد علي بن سالم بن شرارة لجتبي من يأتينا على المركز الخامس. ولكن الله، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير هنا، وأرى بشار لا زال على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا. والمقدمة والمركز الأول مشاهدينا الكروم، بشار خالد بن سعيد بن بروك أو محمد بن سعيد بن بروك الحميري، ويأتي هملول علي بن محمد بن حاذة الاكتبي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الدبلوماسي، على المركز الثالث الدبلوماسي، على المركز الثالث وملكيته خليفة بن سعيد بن علي بن لومية الاكتبي. وفي المركز الرابع شاهين، في المركز الرابع شاهين السيد خليفة بن عبيد الحميري. ووصل، وصل، وصل، المركز الثالث. ووصول، وصول هنا من هملول للسيل بن علي اليبهوني الظاهري، ما يبنى له طاري، ما يبنى له طاري الا هنا مشاهدينا الكروم. الله، هملول على الصدارة، هملول على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. ولكن 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 التسلل، التسلل، التسلل من هملول، هملول الاخر للمرة الرابعة، المرة الرابعة لسيد، لهذا الشعار، لهذا الشعار. تهانينا، تهانينا لسهيل بن علي اليبهوني، مشكور يا ابو علي على هذا الاداء الجميل. وهملول ينتزع الصدارة، وقلنا اسامي خلف العشر عند الاربعة كيلومترات، وها هو احد الاسماء. تهانينا وناموس لسهيل بن علي اليبهوني، وشكرا يا راشد بن علي الزرعي. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام هملول علي بن محمد بن حاذة. المركز الثاني وصل بشار محمد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الرابع شاهين خليفة بن عبيد الحميري. المركز الخامس الدبلوماسي خليفة بن سعيد بن علي باللومية لاكتبي، من وصل خامسا. والتوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام هنا، التوقيت الزمني ذر التحديدية 41 ثانية تسعا من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام هملول. تهانينا للسيل بن علي اللي يبهوني على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني هملول علي بن محمد بن حاذة الاكتبي بذر التحديدية 42 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني. بينما المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام على المركز الثالث، وأتانا بشار على المركز الثالث للسيد محمد بن سعيد بن بروك بثلاث تعالي دقيقة 47 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء يستمر في انطلاق